زينب هي البنت الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل إليها أبي العاص ابن الربيع ويطلب من النبي أن يتقدم إليها كي يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أستأذنها؟ فإن أذنت أزوجك إياها. اسمع، النبي يقول أستأذنها، لا يريد النبي أن يجبر ابنته على الزواج. اليوم كم من النساء تصل إلى مرحلة العنوسة بسبب كبر الوالد، بسبب كبر الوالد: لن تتزوجي إلا ابن عمك، لا يجوز لك شرعا أن تجبر ابنتك على الزواج ممن لا تطيق، لا يجوز لك شرعا أن تجبر ابنتك على الزواج مما لا تحب. فإن كانت لا تحب ابن عمها لا يجوز لك أن تجبرها، إن كانت لا تحب هذا الشباب هذا الشاب لا يجوز لك أن تبقيها في البيت مسكينة حتى يتقدم إليها الخطاب واحدا تلو الواحد واحدا تلو الواحد، وأنت لا تريد إلا ابن خالها، لا تريد إلا ابن عمها. لا يجوز لك، لا يجوز لك إلا إذا رأيت أن في زواجها من ذلك الرجل ضررا في دينها، ضررا في عقيدتها، فيحق لك أن تتدخل. أما أن يأتي شاب ما معه مال لأنه صاحب دين لكن ليس معه مال وتجبر ابنتك على ألا تتزوجه، لا يجوز لك. يأتي رجل فاسق يشرب الخمر وابنتك تريد الزواج منه، يحق لك أن تقف كولي أمرها أن تمنعها. لكن أن يأتي لها شاب مسكين صالح، شاب يريد العفاف يريد الزواج، والله لأنه ليس ابن قبيلتنا ولأنه ليس من حسبنا ليس من نسبنا، نحن أصحاب مال وتجارات وعقارات، وهذا رجل مسكين وهي تريده، لا يجوز لك أن تجبرها على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أستأذنها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب، قال: إن أبي العاص يريد الزواج، يريد الزواج منك. فلم تجب، لكنها ضحكت واحمر وجهها، وكان سكوت المرأة يومها رضا أنها تريد الزواج فتزوجت. لكن كم من الناس من يتزوجون لكن القضية ليست في الزواج، القضية هي ما بعد الزواج، حينما تبدأ الفتن وتبدأ الاختبارات وتبدأ المشاكل. أما عن الزواج فكل الرجال يريدون الزواج، لكن ليس كل الرجال أوفياء، كل النساء يريدن الزواج ولكن ليس كل النساء يضحين من أجل أزواجهن. الآن بدأت مرحلة صعبة، تزوجها فبدأت مرحلة صعبة. بعث النبي، زواج زينب من أبي العاص كان قبل بعثة النبي، الآن بعث النبي. فدخل أبي العاص على زينب فقالت له: يا أبا العاص، إن الله قد بعث أبي نبيا، إن الله قد بعث أبي نبيا وأنا لا أكذب أبي أبدا. فقال لها: هل عذرتيني؟ قالت: بما أعذرك يا أبي العاص؟ قال: أخشى أنني إذا أسلمت قال عني أهل قريش أنني أسلمت من أجل زوجتي، فهو ما رضي. قال: أخشى أن يقال غير دينه من أجل زوجته، فهل عذرتيني؟ قالت: اسمع، إلى المرأة التي ضحت لكنها تريد أن تضحي لأمر ستعرفه، قالت: يا أبا العاص، وإن لم أعذرك أنا فمن سيعذرك؟ يا أبا العاص، إن لم أعذرك أنا فمن سيعذرك؟ الآن بعدها رفض أن يسلم، قالت له: هل لك أن تسلم؟ قال: لا أريد أن أسلم. جاء الآن موعد الهجرة، اختبار ثاني بعد بعثة النبي وهو الهجرة. فذهبت زينب إلى رسول الله وأذنت أن تبقى مع زوجها في فترة الهجرة. ثم اختبار ثالث جاء بعد ذلك، غزة بدر، وإذا أبي العاص يقف في مواجهة
مع جيش قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. أي اختبار هذا؟ تزوجها قبل الإسلام، جاء الإسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين جديد طمس كل الجاهلية قبل ذلك، والآن هو في معركة ليواجه النبي ولم يسلم بعد. وإذا بزينب تبكي، وإذا بزينب تبكي وتقول: اللهم إني أخشى أن أفقد أبي أو أن ييتم ولدي. ثم رفعت يديها إلى السماء ثم قالت: اللهم انصر أبي واحفظ زوجي، اللهم انصر أبي واحفظ زوجي. وإذا بعدما تنتهي المعركة وإذا بأبي العاص يؤسر عند رسول الله. أي اختبارات هذه؟ أي محل؟ هذا الذي يطلق زوجته لأجل مال، هذا الذي يطلق زوجته لأجل الدنيا، هذا الذي يطلق زوجته من أجل قريبته، هذا الذي يخون زوجته، هذا الذي عفه الله عن الحرام لكنه يذهب إلى المواقع ويذهب ليتعرف على هذه وعلى ذل، يخونها وهي على ذمته، يخونها وهو على ذمته. أسر زوجها عند رسول الله، ماذا صنعت؟ قالت: كافر. قالت: أتركه. وإذا بها تبحث عن شيء لتفتدي به أبي العاص، وكان معروف يومها قبل أن تأتي النصوص بعد ذلك أنهم كانوا يفتدوا الأسرى، أي أنهم كانوا يضعوا شيئا يدفعوا شيئا فيفتدوا به الأسرى. فأرادت الآن زينب أن تفتدي بزوجها أبي العاص، فأرادت أن تبحث وأن تبحث، فما وجدت إلا عقد قديم لخديجة. كانت خديجة قد أهدته لمن؟ لزينب. فأخذت العقد وأرسلته إلى رسول الله لتفتدي أبي العاص. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ليفتدي الأسرى، فيمر عليه فداء رجل ثم فداء رجل، فلما مر عليه العقد نظر إليه وقال: والله إن هذا عقد خديجة أعرفه، والله هذا عقد خديجة أنا أعرفه، من الذي أرسله؟ قالوا: أرسلته زينب، أرسلته زينب لتفتدي بأبي العاص. فطلب النبي من الصحابة أن يفدوه، فأطلقوا سراحه، فأطلقوا سراحه. ثم أخذ النبي العقد وهو ينظر إليه وهو يعيد ذكريات خديجة. أرسلهما أحد الصحابة وقال له: أعطه لزينب وقل لها إن أباك يقول لك لا تفرطي بعقد خديجة، إن أباك يقول لك لا تفرطي بعقد خديجة.